هذا كتعرفوا بان سوالم فريق صعيب بكل صراحه. سوالم فريق عنده لاعبين عنده مؤهلات كبيره كيمزجوا بين السرعه بين لا كاليتي تكنيك انديفيديوال باش انهم يراوغوا لاعب ويكريو لو ديزيكيليبر. وما تنساوش بان فريق كذلك اللي في هاد السنتين اللي فاتوا حتى الكلاسمون ديالو كيكون كلاسمون جيد الا ما خانتنيش الذاكره. في السنه اللي فاتت يمكن ايزون تيرميني 7 ولا 8 على ما كنظن، وكانوا دائما كيشكلوا واحد الصعوبات كبيره للفرق حتى لجميع الفرق، ولا اداء ولا استماته، الشيء اللي حنا خديناه بعين الاعتبار. عارفين بان لعبوا غادي يلقاو بزاف ديال الصعوبات، وبان كان علينا حنا نكونوا جاهزين على جميع الاصعده، اولا من الناحيه البدنيه، كان كذلك علينا اننا نكونوا جاهزين من الناحيه التكتيكيه، كان علينا كذلك اننا نفوزوا بالمقابله. لان حقيقه اننا لعبنا في هذه المقابلات الاولى الباركور ما كانش سهل حقيقه، اننا تعادلنا ثلاثه ديال المقابلات لكن الباركور ما كانش سهل بتاتا. تعادلنا ضد الفتح ماشي سهل تمشي تجيب التعادل في ثاني مقابله مع واحد الفريق اللي عنده بزاف ديال الامكانيات وكذلك عنده انستابيليتي. تعادلنا مع الرجاء قلنا بان ماشي من السهل ماشي سهله، خصوصا في المرحله اللي حنا فيها. لعبنا المقابله الاخيره ضد التركاز وكان ماتش بياج بكل صراحه، كانش ماتش سهل وجبنا تعادل اللي بالنسبه لي انا كيبقى ايجابي خارج الديار. اليوم كان خصنا نربحو بغض النظر على هذه المسببات، يمكن لو كان درنا نتيجه غير انتصار يمكن ما نذكر لكمش هذه لي 3 ماتش، ولكن انا ديك الساعه خصنا نشوفوا في راسنا حنا ونشوفوا شنو الخلل اللي عندنا رغم هذه الاهميه ديال هذه الاشياء اللي كنقول. فلو باركور ما كانش سهل بتاتا، وهذه المقابله باش كذلك ما كانتش سهله، مع اننا في الشوط الاول يمكن التموقع ديال المهاجمين ديالنا ما كانش بالطريقه السويه. الضغط اللي كنا كنديرو بحكم انه السوندي اول مقابله معنا، كتعرفوا كذلك لان بزاف ديال اللاعبين اللي مازالين عاد كيوجدوا، جناتي اللي يلاه بدا يرجع، السوندي اول مقابله ديالو، كاين سيلا اللي كذلك كانوا يوجدوا فيه، حيت الخرصه اللي مازالين كانوا يوجدوا فيه. يعني حنا عندنا بزاف ديال اللاعبين اللي مازالين كان اون غاتخاب داك الغوطاغ اللي كان عندنا في بدايه السنه. كيف ما قلت دائما حنا جايين من بعيد، يمكن الا كان شي فريق واقيلا كان خصو يلقى بزاف لي ديفيكولتي فهو المغرب الفاسي.